السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم إن شاء الله راح نكمل على سلسلة نكسس سوفت وير. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن تكملة الدرس السابق عن مواضيع الكونفيجريشن انترفيس والكونفيجريشن المبدئية للنظام التشغيل نكسس اوبريتنج سيستم للسويتشات النكسس. نفس الوقت مثل ما تلاحظون هذه التيبولوجي راح نوضح موضوع الـ FEX الفايبر اكستندر حتى نبدأ نتعمق بالسوفت وير ان شاء الله. بالدرس السابق احنا تكلمنا على بدايات السوفت وير نفسه. اسئله اللي سالته على الموضوع انه الايثرنت او ليش مو فاس ايثرنت او جيجا ايثرنت او 10 جيجا ايثرنت. سيسكو أول ما عملت هذه السويتشات عملتها بالطريقة الآتية، حاربوا تسميات كثيرة وهذه وضعوا تسمية ثابتة اللي تكون تسمية ماستر اللي هي تسمية الإيثرنت. فإيثرنت هي اللي راح تستخدم كمصطلح، تستخدم إي اللي مثل ما ذكرنا المرة السابقة. الرقم الأول هو رقم الماجول والثاني هو رقم الانترفيس. بالفيديو السابق ايضا وضح الموضوع الرينج انترفيس. رينج انترفيس مجرد انه ما يحتاج تكتب رينج انترفيس مثل ما موجود بالاي او اس. النكسس اوبريتنج سيستم هو عبارة عن اي او اس ذكي جدا، يفهم الكوماندات على طول، فمجرد انه تحدد اي 1 سلاش 2 انترفيس لغاية 24، فهذا راح يكون هو الانترفيس اللي محجوز على السويتش، سواء هذا السويتش كان 24 بورت او هذا الماجور ذا كان 48 بورت. بنفس الوقت إذا تحب تعمل أكثر من اختيار يعني بورتات مختلفة مثل ما وضحنا هنا باللون الأصفر مقصود، حتى أوضح لكم هذه الكومة، إنه تحدد E2/4 E2/4 إذا حبيت تحدد إنترفيس ثالث من غير رينج اللي راح يكون E2/30. وهذا هو الموضوع مثل ما مشرت لنا، أنا كبرتها شوي أكثر حتى تكون واضحة مفهومة لكم. هذه من المواضيع البدائية نوعا ما بالمجال. مواضيع نكسس المهمة جدا، إنه في مواضيع السي سي إن إي يتكلم عن الفايبر إكستندر. ما هو الفايبر إكستندر؟ مهام الفايبر إكستندر؟ وين راح نحتاج الفايبر إكستندر؟ هذا راح أوضحها. الفايبر اكستندر دائما هي سويتشات تكون سويتشات ال 2K اللي تسمى سويتشات الفايبر اكستندر، لانه السي سيريز ما تحتوي على فايبر اكستندر مثل البي سيريز. البي سيريز داخل الشاسي يحتوي على 2 فايبر اكستندر للربط مع الفايبر انتركونكت، لكن بالنسبة للسي سيريز بعد ما نوضع ESXi نعمل اكثر من فيرتشوال ماشين راح يكون عندنا فينيك. كل فينك هو عبارة عن virtual interface، مثلا C series C220 مثلا نخلي عليه 20 virtual machine داخل هذا السيرفر الواحد. فتحتاج إلى وسيلة أو حلقة وصل اتصال من السيرفر C series إلى 5K. طيب السؤال يقول ليش راح نستخدم 2K وموجود 5K بالتوبولوجي. ال 2K سيسكو لما صنعته ك child switch، ما يحتوي حتى على كونسول بورت، تعمل له إدارة من البيرنت اللي هو الأب، سواء انه كان هذا 5K او 7K هم الاثنين يعتبرون parent switches اللي هم يتحكمون بال 2K. احنا هنا نتكلم على 5K، نعتبر انه المشروع من الأحجام المتوسطة للأحجام العملاقة والأحجام الصغيرة. فمرة ثانية كررها 2K اللي هو يعتبر parent switch، عفوا child switch، والنكسس اللي هو يعتبر ال parent switch اللي هو يعمل إدارة يعني configuration لهذا السويتش من خلال تعمل console على ال 5K، تعمل إدارة اللي هي switch 2K.
هذه المواضيع المبدئية اللي موجودة بالسي سي ان اي. اذا ترجعون للفيديو الرابع بالسلسلة مالتي راح تلقون انه اتكلم عن هذه المواضيع، لكنها راح نطبقها نوعا ما بطريقة عملية. هذا كموضوع مبدئي. في موضوع مبدئي ثاني كسي سي ان اي ليفل، مثل ما ذكرت انه احنا راح نعمل اي اس اكس اي داخل هذا السي سيريز سيرفر، يحتوي على عدد من الفيرتشوال ماشينز راح يلتقي مع هذا البورت، مع عفوا مع هذا السويتش. هذا السويتش يحتوي مثلا على سبيل المثال 24 بورت، راح يعمل فيرتشوال لينكس اللي هم موجودين على هذا السويتش، وهذا السويتش راح يتصل مع الفايف كي حتى نعمل كونفيجريشن للسويتش. فهذا ما يسمى بال فايبر اكستندر ستريت ثرو ستاتيك، اللي هي تعتبر من الديزاينات الغلط نوعا ما. كل على سبيل المثال احنا يوجد عندنا 48 بورت، ف 48 بورت في بالكونفيجريشن نقسمهم الى 4 فايبر اكستندرز، يعني من بورت 1 لغاية بورت 12 يكونون على فيرتشوال لينك اللي هي فيرتشوال بورت شانل. بعدين من بورت 13 لحد بورت 24، من بورت 25، وتقسم التقسيمات 48 تتقسم على 4. فبهذه الحالة راح يكون عندنا كل لينك مسؤول على جزء من السويتش فيتقسم إلى 4. لكن في حالة حصول أي مشكلة، على سبيل المثال إنه لو كانت 4 فيرتشوال ماشينز واصلة على على 4 انترفيسز، هذول الأربع انترفيسز حصل أي مشكلة بالبورتات أو أي مشكلة بالفينكس في فيرتشوال نتورك انترفيس كارد، الترافيك ما راح يطلع لبيئة اللان، وهذا يعتبر من الديزاينات الغلط. فطور الموضوع بعدين في استخدام موضوع الفايبر اكستندر اب لينك. احنا عندنا اب لينك هنا بكل الحالات، هذا اللي هي ما تسمى بالفايبر اكستندر ستريت ثرو دايناميك. ما معنى ديناميك؟ انه في حالة حصول اي مشكلة بالفيرتشوال بورت شانل، هنا راح يستخدم تكنولوجي البورت شانل. بعدين نتكلم مستقبلا عن الفيرتشوال بورت شانل وكيفية امبلمنتيشن للبورت شانل. انه في حالة وجود من بورت 1 لبورت 12 حصل بهم مشكلة، حصل عطل بهذا اللينك او اي سبب فيزيكال او لاير 2 من مشاكل لاير 2، على طول راح يحول بقية الانترفيس على اللينك الثاني، يعني virtual port channel اللي راح تعطينا redundancy. هذه الطريقة الثانية اللي هي ما تسمى بالديناميك. الطريقة الثالثة اللي هي ما تسمى بالفايبر اكستندر active topology، اللي هي اكثر التصميمات مرغوبة في بيئة الداتا سنتر او حتى على مستوى في بيئة اللان. الاختلاف عن هذا انه موجود عملية الريدانتنسي راح يكون عندنا في 2 5K، تكون وسيلة الاتصال من خلال virtual port channel link موجود، يتصل عليه على 2K، و 2K مثل ما قلنا انه هو child switch للparent switch. راح يختار طريقة، ممكن تقسم انت ال ESXi حتى لو يكون عندك 2 ESXi موجودين على vCenter واحد، تقسم كل في سنتر عفوا كل اس اكس اي تطلع على ترافيك معين. فهذه هي من امن الخطط. لكن لو يكون العميل عندك، نتكلم بطريقة الديزاين كديزاين، لو يكون العميل الكاستمر او الزبون اي تسمية كانت باللغة العربية، يكون عند البادجت ليميتد، يعني المبلغ المخصصة لبناء بيئة داتا سنتر يكون قليل، فهذه هي الطريقة المفضلة الثانية اللي نستعين بها. لو كان الكاستمر مع مبلغ ممتاز او مفتوح المبلغ عندنا لدرجة ان احنا نفضل ان ناخذ 7K اللي هو افضل من 5K. هاي طريقة هي بشكل عام، هذا اللي ما تسمى بالاكتف توبولوجي. هذه هي بالمواضيع سي سي ام بي. نوضح بعض الامبلمنتيشن لهذا الموضوع كسي سي ام بي ليفل. وبال CCNA ما طلبك بهذا الموضوع، بال CCNP انت ممكن تحدد بعد ما تدخل config T يكون عندك 5K بهذا الشكل مثل ما ذكرنا، تدخل على الـ parent switch اللي هو الـ 5K،
مجرد ان تدخل على ال 5K تحدد الكونفيج تي، تدخل على انترفيس ايثرنت 1 سلاش 1، تحدد السويتش بورت مود اللي هي فايبر اكستندر. ليش نحدد فايبر؟ عادة السويتشات ال 5K او 7K هي باي ديفولت، يعني من المصنع تيجي هي كلاير 3، لازم تحدد له البورت، خلافه انه البورتات اللي موجودة تكون تعمل بصيغة اللاير 3. فتحدد هنا السويتش بورت مود، احنا عادة نعمل ترانكينج، نعمل اكسس، الاختلاف في نكسس هنا احنا راح نحدد فابريك، عفوا فايبر اكستندر او اف اي اكس فابريك، وتحدد له اسم، عادة تكون اسماء من 100 الى 199. بعد ذلك راح يظهر لك رسالة، يظهر لك بهذا الشكل، هذه الثلاث ارقام هي الفايبر اكستندر، وهذا هو رقم البورت الماجول، وهذا هو رقم البورت. هذا مثل ما ظاهر لك. اذا راح نعمل انترفيس ثاني بهذا الشكل، بعدين لو تعطيه اعاز انه شو او شو فايبر اكستندر، راح يظهر لك بهذا الشكل اللي هو ماسك، عفوا راح يكون عندك. بعد ذلك تحدد له فايبر اكستندر 101 البيننج، البيننج ماكس لينك 2. معنى هذا الكلام انه احنا نقسم السويتش ال 48 بورت، نقسمهم على 2 يكون 24. اذا حددنا البيننج بورتس انه راح يكون عندنا كل 12، عفوا كل 24 بورت راح يكون موجودين على لينكين مثلا هنا، او راح يكون مقسمة على 4، فيكون كل 12 بورت يكون على لينك. هذا هو المقصود بالبيننج. احنا هنا عاملين 4 بيننج، يعني كل بورت راح يكون عنده 12 بورت، عفوا كل لينك راح يكون عليها 12 بورت. فهذا هو ما مقصود بالبيننج بورتس. هو اللينكس راح يكون 2، اذا حددتهم 4 راح يقسم السويتش الى 4 مثل ما ذكرت. هذا بعض الكونفيجريشن اللي توضح لنا لما تسأل السويتش انه تعمل عملية الشو فيكس. ثم ذكرت نعمل شو فيكس، راح يظهر لنا الفايبر اكستندر اللي موجودين بهذه الصيغة. بالنسبة لعملية الاكتف، اكتف راح يظهر لك البورتات اللي هي موجودة بصيغة اكتف اكتف اكتف. الموضوع مرتبط بمواضيع اخرى، بعدين راح نتكلم على الفيرتشوال بورت شانل، راح نتكلم على مواضيع الفي لانز او عملية امبلمنتيشن بالنسبة لل فايبر شانل اوفر ايثرنت، اللي راح نعمل احنا فيرتشوال بورت شانل عن طريق في لانز، محددين انه يكون تحتوي على وورد وايد نيم، وعلى وورد وايد بورت نيم، وعلى اليو يو اي دي، على الهوست باست ادابتر، حتى ننتقل بعدين احنا التوبولوجي بدا يكبر عندنا شوي شوي انه نروح الى بيئة السان اللي هي ستورج اريا نتورك. هذه مشاركات عامة ان شاء الله. مبدئيا هذا الموضوع يتكلم عن بيئة السي سي ام بي والسي سي ان اي. اي سؤال، اي موضوع، اتصلوا عليه من خلال الفيسبوك، خلال الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله.